وخطب خطيب الجيش أبو سفيان رضي الله عنه فقال: يا معشر المسلمين، أنتم العرب وقد أحجمتم في دار العجم، منقطعين عن الأهل، نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين، ألا تنتظروا مدد؟ قد والله أصبحتم بأزاء عدو كثير عدده، شديد عليكم حنقه، وقد وترتموهم في أنفسهم، يعني قتلتم منهم النفوس، وأخذتم بلادهم ونساءهم، والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم، ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر، ألا وإنها سنة لازمة، وأن الأرض وراءكم بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحاري وبراري، ليس لأحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله، فهو خير معول، فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي الحصون، تحصنوا بالسيوف يا معشر أهل الإسلام، حضر ما ترون، فهذا رسول الله والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم. بدأت الخطب وبدأت المواعظ، وطلب أبو عبيدة لقاء قائد الجيش، فتحرك معه يزيد بن أبي سفيان وضرار بن الأسود والحارث بن هشام وأبو جندل بن سهيل بن عمرو، فأذن لهم في الدخول على تدارك أخو هرقل قائد الجيش، فإذا هو في خيمة من حرير، فقال الصحابة: لا نستحل دخولها، ففرش لهم بسط الحرير، فقالوا: لا نجلس على هذه. ناس متعجبين، قائد الجيش مفروض هؤلاء في منتهى النعيم يرفضون أن يدخلوا خيمة حرير ولا يجلسوا مكان حرير، خشونة، يرون الكفار كيف تكون البطولة والمعارك، ما هو القائد متنعم والجيش في شدة وضيق، هم مثل باقي الجيش. فأجلسوهم حيث أحبوا، وعرض الصحابة على أعداء الله الإسلام أو الجزية أو السيف، فرفض قادة الجيش إلا الحرب. من هؤلاء 36,000 يهددون 240,000؟ فاستقر الأمر على القتال. وقبل القتال خرج ماهان قائد من قوات جيوش الروم، فقال: أريد أن أقابل خالد. فخرج له خالد، فالتقيا في بين الجيشين. فانظروا واسمعوا الشيء العجيب في هذه القصة. قال ماهان: إنا قد علمنا أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع، سمعنا أنكم فقراء ميتين من الجوع، وتطلبون طعام، تطلبون مال، هذا الذي أخرجكم، فهلم أعطي كل رجل منكم 10 دنانير ذهب وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم. يعني ما في داعي لهالمعارك والأذى، كل واحد يأخذ له 10 دنانير ويأخذ له ذهب ويأخذ له طعام ويأخذ له ملابس ويرجع، فإذا كان العام المقبل أرسلنا لكم مثلها وريحونا من هالمعركة. فرد خالد برد عجيب، اسمعوا الرد، اسمعوا كيف كان يلقي الذعر وكيف كان ينصر بالرعب رضي الله عنه، اسمعوا وتعجبوا من هذا القول، رد خالد على هذا العرض السخيف من ماهان. فقال: يا ماهان، إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت. قال: إذن لماذا خرجتم؟ قال: نحن قوم نشرب الدماء، وقد بلغنا أنه لا يوجد دم أطيب من دم الروم، أحلى دم في الدنيا هذا دم الروم، فجئنا نشرب من هذا الدم. فماهان هذا فزع وهرب وقال أخبار حديث خالد للناس، فقال أصحابه: هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب، فعلا خبرونا أن يشربون دم هؤلاء. وانظروا كلمة واحدة من عزة النفس كيف أماتت معنويات روم. وأوعز خالد إلى عكرمة بن أبي جهل وإلى القعقاع بن عمرو، هؤلاء في الوسط في القلب على طرفي القلب على مجنبتي القلب يسمونها، أن يبدأ القتال. وهكذا بدأت المعركة في أوائل شهر رجب
من السنة الثالثة عشرة للهجرة، وفورا تحركت ميسرة جيش الروم فهجمت على ميمنة المسلمين، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه فيها يقول: اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أرعب قلوبهم، اللهم أنزل السكينة علينا، اللهم ألزمنا حكمة التقوى، اللهم حبب إلينا اللقاء، اللهم أرضنا بالقضاء. وخرج قائد من قادة الروم اسمه جرجح، وطلب أن يحدث خالد بالأمان، فوافق خالد، فجاء جرجح إلى أن وقف بين الصفين، وجاء خالد حتى التقى معه، حتى التقت أعناق خيليهما، فسأله جرجح، قال: يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع، هل أنزل الله عليك على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه إياه فلا تسله على أحد إلا هزمته؟ يعني قل لي الصدق، هل فعلا نزل سيف من السماء على نبيكم أعطاك إياه عشان لهذا السبب أنت لا تهزم؟ انظروا الرعب الذي أصابهم من خالد، لا يهزم واسمه سيف الله، ظنوا أن في سيف نزل من السماء عند خالد. فخالد صدق، قال: لا. قال: فبما سميت سيف الله؟ فقال: إن الله بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ما صدقناه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه، وبعضنا كذبه وباعده، فكنت في من كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه. وذكر له في معركة مؤتة كيف تولى القيادة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيف من سيوف الله، سله الله على المشركين، ودعا لي النصر، فسميت سيف الله بذلك، فأنا أشد المسلمين على المشركين. جرجح يسمع، فقال: يا خالد إلى ما تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم، يعطينا الجزية ونحن نحميه. قال: فإن لم يعطها، قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. قال جرجح: فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، كلنا أمام الشريعة سواء، شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا، كلنا سواسية. قال جرجح: فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر؟ يعني اللي يسلم اليوم مثلكم في الأجر؟ قال: نعم وأفضل. قال: كيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر عنه، وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات، يعني المعجزات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا، يعني الذي أمم وهو لم يرى ولم يسمع أفضل، هذا طبعا اجتهاد خالد، وإلا الصحابة أفضل لا شك. فقال جرجح: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني، يعني اللي تقول هذا صدق. قال: تالله لقد صدقتك، وأن الله ولي ما سألت عنه. عندها فعل جرجح شيء عجيب، قلب الترس ومال مع خالد، قال: علمني الإسلام. وخالد أخذ بعد ما كان يقاتل، أخذ إلى خيمته وصب عليه الماء، جعله يغتسل، وصلى ركعتين مع المسلمين، ثم حملت الروم عند ذلك على المسلمين حملة أزالوا بها المسلمين عن مواقعهم، وبدأ المدافعين عكرمة بن أبي جهل وعمه الحارث بن هشام، وحمل خالد وجرجح، بدأت الحملة وبدأ القتال العظيم. عكرمة بن أبي جهل لما رأى الهزيمة بدأت تدوب في المسلمين صرخ، قال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن ما أفر وأفر منكم اليوم. ثم نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه ضرار بن الأزور والحارث بن هشام عمه
وعدد من المسلمين حتى وصلوا إلى 400 رجل بايعوا على الموت ثم هجموا، وكان القتال أمام خيمة خالد، وكثرت الجراح فيهم حتى استطاعوا أن يردوا الكفار. من بين الجرح الذين أصيبوا جراح موت ضرار ابن الأزور والحارث ابن هشام وعكرمة ابن أبي جهل، هؤلاء الأبطال الثلاثة أصيبوا بضربات مميتة. يذكر أن أحد المسلمين جاءهم، اسمعوا القصة العجيبة هذه،